not solely related to qualification, but based on the opinion and ability of our knowledge skills that achieve in the result. So this is not enough money. Certification, competency, shahada, for the same. After the certification, any shirika, any certification. Would it be a personal topic? لا شلون راح تحدد هذه الاكريديشن بادي او سيرتيفيكيشن بادي هي تعطي الشهاده ال 2024 سي دي هي عباره عن ما اريد اسميها جنرال كاتلات متطلبات سيرتيفيكيشن بادي يجب ان يحققها حتى يصبح مهيئ او مخول بمنح الشهادات الحين الشهاده اللي يمنحها مثل الانسبكشن شو الانسبكشن انه يعتمد على اي سبيسيفيكيشن ممكن اي بي اي ممكن كذا وكذا فمثل هذول الجماعه الديوبي معاهم ال 24 بس ما عندهم الا المكان يعمل الان بي تي فانت صار عندك الهيكل العام الامكانيات شركه مستقله لديها الامكانيات لديها كذا وكذا وكذا منح الشهاده واعتماد الشعارات في المجالات الحين المجالات شو؟ في اي تكنيكال فالحين برضه كمان في ال 24 بكون عاده في برضه كمان غرفه انا بهيئ اشخاص في اي مجال ليفتنج برجع على اللي في الان دي تي برجع على كذا وكذا بس انما الهيكل العام انه انا مهيئ او مخول مطبق مطالبات معينه ادرب الناس في المجال الفلاني والفلاني والفلاني مو كل شيء في الدنيا زي المختبر المختبر انا عندي كمان بعمل فحوصات في مجال فحص الطرق فحص المعادن فحص حفريه فحص كذا وكذا موجود سكاجول فهذا برضه كمان انا مهيئ او مخول اني اعمل هاي في المجالات التاليه السكوب بكون واضح زي الكواليتي سيستم، السكوب اللي عندي بغطي الحفر التكرير النقل كذا وكذا. 24 بغطي انه تدريب الاشخاص اللي في وزاره تحديد الرقم. فبعتمد انت شو السكوب اللي فيه تذهب خلالها.